كيفك؟ اهلا شو اسمه؟ تمام. شو اسمه يعني؟ هاي حبيبتي انت يارا ما هي؟ شو مهضوم فيني احمله؟ بس بخليني؟ ليه؟ لا ما بخليني ايه بس فرجيني اياه شوي يا تليكي ماجي شو مهضوم كثير بحب الحيوانات انا بحبهم كثير كمان على طول هيك ماشتي ماما مشتيه له شعره ماجي بوغصن نجمة ممثلة بزمن ما عاد في كتير نجوم بالتمثيل برأيي إذا بدي أقول تكملي هالجملة ببداية حلقتنا بصمتي في الحياة هي بصمتي إني أم عنواني إني هويتي إني أم ريان ويارا هيدا بالدرجة الأولى وثانيا يعني إني فنانة من خلال فني عم حاول اني اعمل شيء بيرضيني كانسانه بالحياه ماغي بالبدايات كان عبالك تغني وتدخلي على الكونسيرفاتوار وتكملي بهيديك المسيره بوقتها اهلك رفضوا صح بتلاقي اليوم اذا رجعتي إلى لورا معهم حق؟ لا لو رجعت لورا و... وكنت انا سيده قراري كنت كملت بالغنا لاني بحب الغنى بعدني لهلا هيك بحركش بالغنى بعمل اغاني خاصه بشوف وين باي مسلسل باي فيلم مناسب اني غني بعمل اغنيه خاصه وبغنيها بحب اطلع على مسرح بحب شاركت بديو المشاهير لانه بحس موهبتي الاولى كانت الغنى من انا وصغيره فكونهم خافوا علي انا بلشت كنت صغيره يعني بلشت شارك ببرامج للهوات على التلفزيون اخذت ميداليه ذهبيه عن فئه السيده فيروز انا بلشت غني كان عمري عشر سنين أخذت ميداليه ذهبيه فخافوا علي اني اترك المدرسه مشان هيك منعوني مش من منشان اي سبب تاني فلما دخلت على الجامعه درست تمثيل واخراج قلت لهم بدرس بس ما بمثل لحتى بلشت شوي شوي وهلا يعني بوظف صوتي بالتمثيل يعني ما اليوم انت بتفهمي قصدهم لانه صرت ام يعني اذا اولادك اليوم بهيدا العمر بدهم قرروا هيك يدخلوا على مجال التمثيل والغنى ويبلشوا بكير شو نصيحتك؟ أكيد لا أنا أولادي بحبوا كتير بالصيف إذا عم نصور فيلم بيشاركوا معي بمشهد مشهدين صغار بس بالشتاء أكيد لا بيجيون عروض يعني ابني يجي عرض مسلسل دور بطولة هلا هل فأكيد لا لأنه عنده مدرسة بعد المدرسة بيجي بيدرس عنده درس ساعتين ثلاثة وأنا بعرف ظروف التصوير اوقات عنده كل نهار وبده يعطل المدرسه واوقات اولاد صغار بيصوروا معنا مسلسلات بيعطلوا جمعه مدرستهم اكيد لا المدرسه اهم بس يكبروا بس يكبروا هن حرين فاكيد بفهم بفهم انه قرارهم كان كثير صح وقرارك كمان ايه <applause> <applause> مزبوط ماجي اي فتره برايك هي الاصعب وقتها تعبتي لتبلشي او وقتها هلا بعدك عم تتعبي لتستمري لا هلا هلا أكتر بس تبلشي بيكون كل شيء هين يعني بتصيري شو ما عملتي بيكون بلس لإلك بتكوني عم تنجحي بتبلشي بادوار صغيره شو ما عملتي بيكون سهل لما تنجحي بصير كتير اصعب انك تحافظي على النجاح بصير بس تكوني مبلشي كل الناس بتزقف لك شو ما عملتي وكل الناس بتحبك بس تنجحي بصير عندك ناس ما بدي أسميهم اعداء الكلمه قاسية وكبيرة بصيروا أخصامك كتار بصير الناس اللي اللي عيننا عليك كتار بنفس الوقت بصيروا محبينك أكيد كمان كتار المحافظة على النجاح أصعب بكتير من النجاح بحد ذاته منشان هيك بتشوفي كتار نجحوا بأي دومان بلحظة بيوقعوا يعني أنا هلأ عم بعمل وركشوب عم برجع ادرس تمثيل عن جديد ليش؟ نجحت انا شو بدك تشوفي هلا؟ بدك 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 تعملي يعني تقييم لاخطائك أكيد. او بدك تكوني اب تو ديت اكيد بدي اعمل تقييم لاخطائي لنقاط ضعفي وين فيني يكون احسن انا بس فوت بمسلسل عطول باي عمل مسلسل او فيلم بخاف كثير بعمل حراره بعمل ستريس لانه انا حدا بيشتغل 24 ساعه انا بكون غافيه بوعى دائما في حدي ورقه وقلم كلهم بالبيت وخاصة جمال بيعرف درس يشتغل بوعى بسجل الفكرة فكرة للناس لطريقة التمثيل لللبس ل... لكل شيء في بسجلها بوعى الصبح بلاقي مسجلة كذا فكرة مش معقول هيدي الشغلة كتير متعبة بس أكيد بتنفعني بشغلي م. فبس بدي أفوت بأي عمل بخاف بتعب لحتى تنبشي على الشخصية على الكاركتير الجديد على كتير بيكون عندي خوف بياخد معي وقت كتير للاقي الكاركتير صح ماجي رياضتك المفضله هي السباحه وبتصري عليها بالصيف وبالشتاء مم. هي بس رياضه او هيدي طاقه بتفجريها هيك بتحسي حالك حره هي طاقه كتير بحب السباحه بحسها رياضه كمان كثير برتاح بس اسبح كتير ما بعود بحس بي ولا وجع بيرا يعني بجسمي او وجع راس او وبحبها بحبها كتير يعني بسبح ساعة ساعتين ثلاثة ما, ما ما بحس بالوقت هيدي الرياضة الوحيدة اللي بحس اني ما ما بحس فيها بالوقت ماجي بعد شوي رح نفوت على بيتك على نحن ببيتك يعني شكرا لاستقبالنا <applause> لا بس رح نفوت على بيتك وعيلتك واولادك يلي اعتبرتيهم بصمتك بالحياه على ادوار كثير انت عرفتي فيها وبدي اشوف انت اليوم كيف بتشوفيها وقتها بترجعي بتطلعي لورا اكيد كتير طيبه القهوه صحتين <تصفيق> 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 يعني <تصفيق> يعني فنانه انت حتى بالمطبخ <applause> بحب من انا وصغيره بحب اطبخ يعني ماما بتذكر كانت لي كان عمري 10 سنين حط لي طبليه واطلع اعمل باستا واعمل اكل وكانوا يقولوا لي كتير طيبين هلا كانوا يقولوا لي انه ما كانوا يتاكلوا بس تشجعني تقول كانوا يقولوا لي انهم طيبين لا بس هلا شيء بيشهي يامي كثير بحب الجوز الناي كمان ايه انا كمان بدخل الجوز واللوز ناي. تعودوا الولاد على هال ايه بياكلوا يعني حتى لو ما دخلتهم بالاكل بعطيهم شوي حتى ياكلوا يلا منزقهم ما ماغي بهالفقره نحن عم ناكل رح اسالك شوي هيك قصص عن العيلة ويمكن قصص الناس ما بتعرفها عنك و... وأكيد يعني انت تحت الاضواء الناس بتفتش تعرف علاقتك باولادك، علاقتك بزوجك بتعرفي اوقات بيفتكروا الناس انه الفنان هيك عايش بحياه بعيده عن الناس بعيده عن الوجع السعاده محاوطتكن وهيدا وهذا الشيء اكيد حقيقي بس مش بكل الاوقات م. انت متزوجه من المنتج التلفزيوني والسينمائي معروف جمال سنان م. يلي معروف ايه هو اشتغل تعمل حاله بحاله صح هيدا كنا بنعرفه عنه صح قد انت فخوره فيه وشو اكثر شيء بتحبيه بجمال أكتر شيء بحب بجمال تاريخه كله من طفولته عصامي أه بنى نفسه بنفسه أه بيو الله يرحمه كان كمان موزع سينمائي وعنده صلاة سينما وعنده صالات سينما بلبنان بيقلي انا ولدت بهيدي المهنه ما بعرف غيرها بس بنى نفسه بنفسه سافر واشتغل واجتهد وكبر ومؤمن بلبنان وبيحب لبنان عنده كل الفرص انه ينتج برا ويعيش يعيش برات لبنان بس مؤمن بالدراما اللبنانيه وبيقول لي لبنان فيه كل شيء لوكيشن كبير لبنان حلو عنا ممثلين عنا مخرجين عنا كتاب عنا كل شيء وانا مؤمن بالدراما انها توصل وتبيض الوجه برا وهيدا اللي عم بيصير صح قديش مزبوط بيقولوا انه لو ما كنت انت متزوجه منه ما كان عندك هالانتاج الغزير وهال وهال يمكن الاطلالات المكثفه ده حقيقي يمكن لو ما متزوجه انا جمال او غير جمال كانت اطلالاتي اكيد اكثر يعني ما كنت بحط حالي بمسلسل وفيلم بالسنه اكيد كنت بعمل اكثر من هيك لانه الحمد لله في عروض كتير بس لاني زوجي وام قررت انه يكون مسلسل وفيلم بالسنه الناس بتشوفني دايماً متواجدة على الشاشة وبالتلفزيون بس إذا بيجي لك أنه الفيلم بياخد مني 20 يوم تصوير بالسنة والمسلسل شهرين تصوير يعني جماعي قد انا بشتغل صح. كل السنة مع تحضير أو ثلاث اشهر فباقي الأشهر كلها أنا موجودة بالبيت فبباقي الأشهر الباقية أنا فيني أعمل مسلسل واثنين فيني أعمل آه، فيني اعمل فيلم تاني بس انا لا افضل الكم الاكبر من الوقت اني اقضيه بالبيت آه، ماجي ريان ويارا ولادك الله يخليهم ميرسي خليهم قد ايه آه، بيشبهوا جمال؟ مين اكثر انت ومين اكثر بيو؟ اخذين من اثنين يعني انا ككراكتير انا مجنونه شوي وعفويه مم. جمال <applause> <شوي>. كثير <applause> جمال اروق مني اثنيناتنا أه... قلبنا طيب بيجمعنا هيدا الكراكتر فاخدين شوي مني وشوي شوي من بيون بالبيت مثلي برات البيت بصير بحسهم كوبي بيست عن جمال يعني بصيروا هني <applause> بيربوني مش انا اللي برب يعني ما مروقي ما ما تعلي صوتك ما ما تزقفي خاصه بس كون عم نحضر سينما اذا تاثرت او ما لا عيب ما قدام الناس ما بصيروا هني منتبهيني انا كثير عفويه يعني وما كثير بعمل حسابات ف من اثنين بس انا وجمال بنشبه بعض كثير بنشبه بعض بكاركترنا بي وبطباعنا ايه قد عارفين الاولاد انه امه النجمه عن جد و... وبس تكونوا سوا برا وعلاقتك مع الناس قد ايه هالشيء بيحبوه او ما بيحبوه؟ بالاول ما كانوا ي... ما كانوا يحبوا ابدا أه ما كانوا يحضروا هن وصغار بس يطلع شيء لألي على التلفزيون يفوتوا على الاوضه ليه ما يحضروا كنت استغرب من هيدا الشيء بعدين قلت بعد فتره يعني انه ليش يا ماما بتحضروا بالاول ما كانوا يجاوبوا بس جاوبوا قالوا لي لان لهون بتروحي بس تتركينا زعلت صرت ابكي ضيقت لانه ولادي كثير متعلقين فيي يعني باكلهم بشربهم بحمامهم بوقت بي... النوم بالستوري قبل النوم بنومهم بي... حتى بنص ليل يعني بيوعوا عشر مرات وبيجوا بيناموا حدي كتير متعلقين ببعض فقطعت هيدي المرحلة هلأ كثير مبسوطين يعني وصل لمرحله ريان نكون مشينا نقول بالمول سرع يبعد عني يصير لي ماما ماجي ماما, <applause> ماما ماجي بغصن انه يعني ماجي بغصن <applause> هون امي <أنا. تصفيق> اي إيه إيه امي فعادي يعني حلو كثير حلو ما في شيء برايهم يعني منهم صغار كثير صاروا هلا بيشاركوكي برايهم ببعض إيه؟ الادوار بيقولوا يعني اوقات ما بيحبوا اللوك بيحبوا بحبوا آه. اوقات اللبس أه ما بيحبوني كثير مثل تراجيدي بيزعلوا بيحبوا بدون ماجي دائما آه عم تضحك ومبسوطه لانه بيزعلوا بصيروا يبكوا اذا بيشوفوا مشهد تراجيدي لانه امهم صح أوقات بيصدقوا اوقات هيدا بيصدقوا هيدا الشيء معك هي. حق كثير صح ماجي قديش يعني أنت مستعدة تتركي كل شيء مثل ما تركتي ببدايات زواجك وبس صار عندك ولاد، تركتي التمثيل سبع سنين. مم. اليوم عندك بعد نفس الاستعداد إذا اضطريتي لهالشيء، إذا أولادك طلبوا منك، إذا حسيتي أنه أنت لازم تتركي هالمجال تكوني حدهم، تتركي بدون تردد أو في شيء بخليك تفكري. راح أجيبك بس لازم اسكب لك قبل قبل مم. مم. ما يبردوا وتقولي عني أكلاتي مش طيبين. <applause> بليز شوي لان بدي ارجع احط رزعه دجاج اوكي اوكي ميرسي تفضلي ميرسي آه، اذا شيء اثر على اولادي على بيتي اكيد بترك التمثيل يعني الاولويه للبيت طبعا آه، اللي اكثر شيء بنحبه فيك كجمهور ماجي بو بغصن الطفلة المراهقة الشقية اذا فيني اقول بأدوارك هذا الشيء كمان هذا اكيد بنطبعك يعني واضح انه هذا انت ما بتمثلي مشان هيك بيلبق لك كثير هالدور بس انت هيك مع الأولاد او انت غير حدا مع الأولاد انا هيك بالحياة عامة يمكن اذا بدك بال بالبحث عن شخصيتي انه ليش انا هيك وصلت للجواب يمكن لاني بعدهم الله يخلي لي امي وبيي موجودين وبيعملوني على اساس بغنجوني بيعاملوني على اساس ولد صغير يعني دين الشتل البسي جاكيت ما تتاخري بالليل عرفتي بعدهم لهلا مش انه انا تجوزت وكبرت وصار عندي ولادي يعني هن ما بقى خصهم لا خصهم بعدهم بيتدخلوا بكل شيء بيتدخلوا باكلي بيتدخلوا بشربي بخانقوني اذا ضعفت كثير بيتدخلوا بكل شيء وانا بعدني بتعامل كيف يا اولادي بيتعاملوا معي انا بتعامل معهم فهيدا الشيء بحسسني وكمان كاركتر طبع ماجي معروف دي حتى بعملك بتحملي الهم الانساني يعني انت هيك على طبيعتك مثل ما بنعرفك وانت كمان انسانه يعني بتمارس انسانيتك حتى بمهنتك اطفال السرطان بنشوفك كثير معهم بنشوفك مع اطفال الوجع الموجوعين ما بتترددي ابدا بمبادره تحققي أمنية حدا عبير يشوفك بتحسي أنت وقلت يا أكتر من مرة شو عم بعمل عم روح زوره يعني بتعتبري هالشي من ضمن عملك وعشتي أه وعشت تجربة بالبيت صعبة لا شك يعني مع صح. ابن خيك اللي حمد هال... الله أنه خلصته من, من هالمشكلة قدي يعني أنت حدا أه بيشوف أنه حمد الله ولادي كتير منيح تتقدر تاخدي شوية يمكن هيك باور وقوة تتوحي مع الأطفال للآخر قد ايه بتفكري وبتحطي حالك محل أهلهم كيف بتعيشي هالأوقات مع الناس؟ أنا من الناس اللي بيقدروا النعمة بكل شيء يعني بعدهم لهلا اوقات بيقولوا لي بنبسط باسخف الاشياء بيقولوا لي معقول هالقد طاير عقلك بشغله صغيره ما تتخيلي شو بنبسط باصغر الاشياء ببقى راكده عم فرجيها وعم انه مبسوطه فيها بغض النظر شو ما كان ثمنها شو ما كانت قيمتها بيبقى مبسوطه فيها هيدي نعمه وبقول له يا رب ما تفقدني هيدي النعمه لانه في ناس بهالدنيا عندهم كل شيء عندهم المال والجاه والسلطه والصحه والجمال والشهره والحظ مش مبسوطين اذا انا زرت طفل ع باله انه يشوفني بيكون هالطفل مريض احسبه على حالي سلامة قلبهم مليار مرة أنا ولادي ما بدي أقول لك صاخنين إذا قربوا يسلموا على فنانة أو فنان بحبوه ورفضهم أم يمكن ما بعرف شو تكون ردة فعلي يمكن حكون قاسية كتير يعني لأنه يعني مش يعني إنه مين أنت أو مين أنت مش لأنه ابني أو بنتي لأنه حيالله ولد نحن مجبورين نكون لطفة ونسلم على كل الناس مودنا مش صح أو زعلانين طبعا أكيد أوقات بنكون ساخنين معصبين نقعد بالبيت أحسن أنا هيك بقول اليوم ما قادرة أطلع على المول لأنه مش رايقة محرورة ساخنة وات ايفر بقعد بالبيت رسالتك الإنسانية بتعتبريها أولوية مع مهنتك أكيد طبعا أكيد طبعا أنا ما راح أكذب وأقول لك أنا فت على الفن لأعمل رسالة إنسانية لا هن بيندمجوا مع بعضهم بس كوني اخترت الفن وصرت معروفه بتوظفي هيدا الشيء للعمل الانساني لما تعملي حمله تبرعات في ناس بتلحقك انا لهلا ناس بتقص شعرها ما بيعرفوا يروحوا على مركز سرطان الاطفال بيبعثوا لي اياه ما بيعرفوا يوصلوا على الكيتس فيرست بيبقوا بدهم يبعثوا مصاري لو مبلغ صغير بيعطوني اياه انا بوصله او شعرون او اي شيء في ناس بتبعتلي لي تياب بلاقي كراتين تياب جديده او مستعمله بدهم يوصلوها لمحل بيصيروا يقدروا يوصلون عبرك هيدا الشيء كتير حلو انا عملت حملة جمع تبرعات جمعت مئة الف دولار ناس ما بعرفون من برات لبنان يحولوا لي حسابي الخاص شوفي قديش في ثقة كتر خير الله الحمد لله ووصلناهم وقدرنا يعني وصلنا لعيال كتير وعملنا عمليات بسط في هيدا الشيء اكيد لازم تنبسطي بالباستا كمان ايه كتير أكيد. طيب شغل ايديكي صحتين ماجي بغصن صحيح انه ببداياتك وقت كنت تمثلي بالادوار السوريه كنت كل مره تقولي لاهلك هذا الدور وبس وخلص لانه ما كانوا مقتنعين انه انت لازم تمثلي بالبدايات لانه المشوار كان صعب على سوريا كنت صغيره عمري 17 سنه 18 سنه 19 سنه بدي اطلع على سوريا وبدي نام فوق كانوا يطلعوا معي <applause> الاول كانوا يطلعوا معي وصعب يعني بابا يترك شغله اوقات خيي يترك شغله قلت لهم خلص هالمره وبس وخلص هالمره وبس كم وخلص. مره قلت لهم هالمره وبس؟ يعني شي 2000 3000 مره <applause> بعدين خلص تسلموا حسوا اني انا قد المسؤوليه وخلص صرت اعرف و... وهيدا الشيء اللي بحبه بحياتي واقتنعوا انه انا مستحيل اني اترك يمكن بموت اذا بترك التمثيل ماجي بلشت بالدراما السورية كمان كان عندك الحظ تشتغلي مع الممثل الكويتي حسين داوود يعني هي انت وصغيرة وبداياتك يعني انت من الليل, الليل اللي يلي كان عندهم الفرصة انه يبدوا بالدراما العربية صح. هالشي ما كان في يعني مش كل الممثلات كان عندهم هيدا الحظ مزبوط اعطاكي هالشي بالنسبة لك يمكن شي بيميز اكيد عادة الإنسان بينطلق من بلده لبرا أنا صار معي العكس من برات بلدي لبعدين بلشت بلبنان يعني تخرجت من الجامعة عملت عمل أو اثنين بلبنان وأول عمل طلعت فيه على سوريا مع المخرج بسام الملا يلي بحبه كتير على أساس بخلص العمل وبرجع على بيروت قعدت ثمان أو تسع سنين بسوريا شاركت مع اهم الممثلين مع اهم المخرجين اثقلت اذا بدك موهبتي ودراستي كمان بنفس الوقت صح ماجي بالرغم من صغر سنك مثل ما عم بتقولي بالبدايات بلشت كتير صغيره اشتغلتي بلبنان يعني مع الكبار مثل انتون ريمي صح برايك اي متى كانت المحطه الفتره الذهبيه بالدراما اللبنانيه عم بحكي انت برايك اي متى بتشوفيها من هداك الوقت لليوم الدراما اللبنانيه من من اساسها قبل الحرب كانت بأوجه يعني كانت المسلسلات اللبنانيه من من اهم الاعمال بالدراما العربيه نحن الحرب يلي رجعتنا لورا بالوقت اللي كان الدراما العربيه عم تنتج وعم بيصير فيه خبرات عمل بعد عمل كنا نحن كنا نحن بالملاجئ هذا الشيء اللي خلينا نتاخر بالدراما اللبنانيه أه هلا من كم سنه لهلا تحسنت عجله الانتاج بلبنان ورجعت الاعمال اللبنانيه تطلع أه لبرات لبنان على الدول الدول العربيه وتنشاف وعم تنحب وصار في الاعمال المشتركه يعني الدراما العربيه المشتركه كمان ساعدت بانتشار الممثل اللبناني والعمل اللبناني وأنت مؤمنة كمان بالعمل السينمائي بالرغم أكيد. من ضيق يمكن إذا بدي أقول هالمساحة وحتى المردود الصعب للسينما أكيد. وأنت بتصري على هيدا الموضوع أكيد. مخاطرة برأيك في مجازفة هون في تحدي بالنسبة لماغي بغصن ما في شيء بالدنيا ما في مخاطرة وما في مجازفة أهم أعمال سينمائية بتتصور بهوليوود وبتكلف ملايين الدولارات أوقات بتوقع ما بيحبوا الناس وبيكون اوقات جزء تاني جزء الاول مكسر الدنيا جزء الثاني ما بيحبوا الناس دائما كل شيء في مخاطره اذا ما حدا ما بده يكون عنده ثقه ويحط مصاري وهيدا شغله المنتج يعني بال يعني دقه بده يكون المنتج هو عنده الثقه لا يحط المصاري بالانتاج لا يجمع هذا الاكيب كله من مخرج من ممثلين من كتاب من فريق عمل كامل يحط ثقته بلبنان بالمواهب بلبنان تحتى ننجز عمل، كل شيء فيه مخاطره، واذا بتشوف السينما صارت باحسن حالاتها يعني من كم سنه لورا كنا كل ثلاث اربع سنين نشوف فيلم لبناني، مم. هلا بالسنه عم نشوف ست سبع وعشر اعمال، اوقات بنفس اليوم عم يتعين فيلمين وثلاثه، يعني صار الفيلم اللبناني عم بنافس الفيلم اللبناني لانه صار فيه ثقه، يعني حتى السنه الماضيه والقبلة كان بس يعين منتج فيلمه المنتج الثاني يتاخر شوي يتاخر شوية. اسبوعين او ثلاثه السنه بتحسي افلام معينين بنفس النهار يعني كل منتج عنده الثقه انه انا فيلمي قوي هيدا دليل كثير صحي انا بنبسط بهيدا الشيء صح ماجي بتقول عنك الصحفيه اللبنانيه فاطمه العبد الله المشهوره هيك بنقد اللاذع بتقول عنك انه انت اكثر شيء بيلبق لك الادوار اللي بتكوني فيهم على نياتك البنت الطيبه اللي على نياتها بتوافقيا او انت بتعتقدي انه في ادوار بتلبق لك اكثر؟ ليش لا؟ يعني كل شخص بيحب فيي او بغير شيء، في ناس بتحبني بالكوميدي، في ناس بتحبني بالتراجيدي، البنت الطيبه يلي على نياتها يعني حلو كمان بحبوا الدور وهو وحب بحبوني في الناس يلي هو هلا الكوميدي مؤخرا يلي صح. عم بعمله عم بكون بنت طيبه وعلى نياتها وانا كمان بحب هيدا الشيء بس كمان بحب نوع أ... رح تشتغلي هلا غير الكوميدي يعني هلا اكثر شيء عم نشوفك بالكوميديا وقريبة كثير من الجمهور والناس عم تحبك كثير هلا هلا رح تغيري ما م... م... بفتكر قريبا قريبا لانه السنه الماضيه صورت تراجيدي بامتياز اللي هو مسلسل يا ريت يعني كله بكي ودموع فروم اي <applause> من <مسيحة دموع. تصفيق> ومتعب التراجيدي عن جد كثير متعب بحس الكوميدي اكيد منه سهل كاداء بس بالنسبه لإلي اسهل لانه كثير اقرب اقرب لكاركتيري وانا خاصه انه باي دور تراجيدي ما بستعمل قطره او يعني جرب فوت بالحاله وابكي عن جد فمتعب ما من المحطات اللي استوقفتني استوقفت كثير من الناس دورك بمسلسل كفه بقضية كفا إذا فيني أسميها فت كثير بالدور وأنت على يعني على ناحية شخصية بتحسي إنه العنف ضد المرأة هو من الرجل أو من صمت المرأة؟ من اثنين من اتنين. لما المرأة بتسكت بتخلي الرجال يسترسل فيها تسكت سنة وعشرة وعشرين و وأربعين فيها تربي جيل تعود على العنف تعود اللي هني ولادة جيل تعود يتقبل العنف كشي عادي, عادي أو تعلم إنه يعنف مشان هيك ما لازم المرأة تسكت وتقول أنا كرمال ولادي لازم اسكت هيدا خطأ كبير كرمال ولادة لازم ما تسكت لماذا برأيك الناس تأثرت هالقد بدورك هون؟ لاني عشته وانا ما بطيق الظلم أه عشته كتير صح ووصلته صح كان اصعب الادوار اللي عملتها بحياتي لانه اي دور مكتوب فيك تمثلي على ذوقك فيك تشيلي مشهد وتحطي مشهد فيك تزيدي كلام وتنقصي كلام فيك تصيغيه انت متل ما بدك بس هيدي قصه حياه مره في امانه صح. يمكن هي عم بتشوفنا يمكن عم تحضرنا يمكن قاعده حدنا ما بعرف ما بدي فوت بالمورائيات ولادة عم يحضرونا جيرانا اما انا عم بحكي بلسانة في مصداقيه بدها توصل هيدي المره تلاقي وقف شعر جسمي حقيقة اللي عاشته حقيقة اللي عاشته وقديش كانت مظلومة وقديش تعنفت وقديش ما كان حدا حدا ما حدا انصفا. وأنا بدي قلك هلا إنه بعده مجتمعنا ما بينصف المرأة. بعده أي شيء بصير وإذا مرأة بتنقتل بيقولوا لك أكيد لقطة بخيانة. حُكمًا. والنساء قبل الرجال بيبينو. بيحكوا هيدا الشيء. وين صرنا بأي عصر نحن بأي زمن؟ مين بيع مين بعد بياكل قتلة؟ ما بقى فيكي ولدك تسفقيه ممنوع، بدك تحاوريه. بدك تحاوريه، ما بقى ما حدا ملك حدا. أنت ملكي حر أنا أضربك قتلي حر أضربك أنا حر. بيجي بيقتلها، والقانون ما بيحاسب. إذا فات بفوت سنة وبيفل. بتروح مرعى مغفر الدرك قتلي قتلي قتلة مزرقة بيقول أنا سوري ما فيني أقول لك شيء جوزك. شو يعني جوزك؟ لا هون منو جوزة هيدا رجال غريب جوزك لما يضربك صار رجال غريب ما خصو باسمك صح هيدي المصداقيه يلي وصلناها يلي وصلت عند الناس يلي في نسوان كتير من ورا هالمسلسل فلوا من بيوتهم تركوا رجالهم قالوا نحن عايشين نفس الحاله ما بدنا يصير فينا اللي صار اللي صار بهي فلوا واتطلقوا وحكيوها على الاخبار انه هيدا المسلسل عمل هيدا الشيء انا اول مره بحس اني انا نجمه اول مره اني قدرت بالتمثيل اعمل شيء وبقول له ثانك يو لطارق سويد اللي يعني بدموعه كتب هيدي الحلقه قدرنا عن جد نعمل شيء ناثر بالمجتمع مش انقذنا امراه وحده يعني نحن قدرنا عملنا شيء المسلسل صار له خمس ست سنين نعم. انا هلا عندي تكريم عليه من جمعيه كفا ومن جامعه مع طلاب بلبنان بعدنا عم نتكرم على هذا المسلسل صح. لانه بعده له تاثير على المجتمع هيدا وقت الفن بيحمل قضيه بيحمل هيك قضيه اجتماعيه بتشبه كل الناس وانا بحس انه انا لازم ات... يعني بعد فوت بهيدي القضيه لانه انا شخصيا بتلمسني وبحس اني انا هيك لازم لازم كفي فيها مع جمعيه كفا شو معقول تقول ما جيبوا غصن على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيهمك امره كثير بالنسبه لهالقضيه بالذات العنف ضد المراه تتخضي العالم شو معقول تقولي جمله انا قايله كتير هلا انا قايله كتير هلا بقول ولا مره تسكت على اي نوع من العنف جسدي أو معنوي بس ماجي قديه انت ناشطة على مواقع التواصل وأي موقع بالذات اكتر شي بتحبي؟ ناشطة تقريباً يعني على كلن يومياً؟ تقريباً بس إذا عندي تصوير أوقات لا ما بقدر ويعني حسب شفتي سلبيات المواقع في علاق بيساعدنا كمان بياخد عني <applause> علاء مرعي, مرعي من حيي ماجي قديش بتاثر عليكي سلبيات هالمواقع؟ ايه اكيد بتاثر بتنقهري؟ كنت بمرحلة بمرحلة قطعت انقهرت هلا خلص تخطيتها يعني شفت انه اذا شو بعرفني مخترع مثلا لبناني اخترع شيء كتير 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 مهم في ناس يطلعوا بسبوه يعني, يعني صح. عرفتي؟ انه فشي طبيعي انه الناس تطلع في ناس عندها عقد بتتخبى ورا صح. ورا هالشاشه وبتكتب فخلص تتخطي هيدي الامور. طيب وين قدرت السوشيال ميديا تساعدك بمسيرتك؟ بتقدري توصلي صورتك افكارك الامج تبعك آه، آه، كيف بتفكري؟ اذا بتفوتي على صفحه شخص ما بتعرفي بتقري بتقدري تقري بتقدري تكوني فكره عن شخصيه هيدا الشخص من من طريقه كتاباته من بتقدري بتحللي شخصيته اوقات انا هيك بفكر باشخاص بتقدري تكوني فكره عن عن هذا الشخص بتساعدك طبعا بالانتشار صار كل انسان عنده مجله مجله خاصه له بحط اخباره بحط اعماله بحط هيك واللي بحبك بيقدر يفوت تابع اخبارك عندك صح واللي ما بحبك كمان واللي ما بحبك اكثر <applause> اذا هلا بدي تعمل تعملي شي على السوشيال ميديا اي موقع أو شي بتختاري وشو بتقولي عن هالحلقه يلي هي حلقتك يلي هي بصمتك بكتب شي مم. وين؟ تويتر تويتر اكتبي بصوت عالي <applause> اوكي متعه متعة إنسانية تصوير بصمتي مع الأنمي ماجي هون بهاللحظة حلو. هيك حسيت؟ متعة مع النجمة ماجي بوغسون تصوير هالحلقة من بصمتي على تلفزيون الآن وأحلى متعة بالنسبة لهالشخصية اللي منحبها قدام الكاميرا إن ما وراء الكاميرا أهضم وألز مم. واطيب <applause> والحريه يلي بنحسها فيها كانه عندها جوانح وبتطير نكمل بعد شوي ماجي بوغصن في كتير ناس بتعرف وكتير ناس ما بتعرف انك حصلتي على الميداليه الذهبيه اول ما بلشت تغني آه عن فئه السيده فيروز اليوم اذا بدك تكرمي فيروز هلا بصوتك شو بتختاري أغنية وشو بتغني لها بعرف كل أغنية أنا ربيت على أغنية من أنا وطفلة أني بغني لها من أنا عمري ست سبع سنين <applause> أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لبات بات لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي وحبيبي إلي حبيبي إلي أكيد الله يخلي لك <كيه> <تصفح> ماجي رح توجه لك صبية اسمها ألاء القصة رح توجه لك سؤال نختار بكل حلقة لضيفاتنا العزيزات سؤال من صبية عادة يعني بعد الحياة قدامها عندها أفكار عندها قلقة عندها عند مخاوفها أكيد هي حتسألك شيء بخصك أوكي. Okay. بالمجال تبعك رح افتح التابلت و... وأطلب منك تكبسي بلاي وتسمعي قلق okay. سؤال هاي ماجي معك آلاء قصة من سوريا أه بدي أسألك سؤال بالنسبة للفن والشهرة كلنا بنعرف انه في كتير مغريات وفي كتير متاعب أه بس واضح قديش قدرتي تحافظي على طيبتك وعلى تواضعك بالنسبة لكتير اشخاص السؤال شو هو الشيء اللي بتتمسكي فيه لحتى تبقي اقوى وشو النصيحة اللي بتوجهيها لأي شخص حابب يدخل بهذا المجال ولحتى يحافظ على الجانب الانساني اللي انت عندك حلو سؤالها أنا بتعرفك كتير, كتير حلو سؤالها وسؤالها مش بس للي حابب يدخل بهذا المجال يعني هيدا الشيء للي حابب يدخل بهذا المجال و... ولقلنا يعني حتى نكمل مسيرتنا للآخر وللي بهيدا المجال ويلي بغير مجال إنه الإنسان يكون حقيقي ومقدر النعمة بس نضل مقدرين النعمة بنضل مكمشين ومحافظين عليها ماجي من بعد ما سمعتي هالسؤال يلي طالك يعني بمحل لانه بيحكي عن حقيقتك كثير من الشباب والصبايا اليوم بمجتمعاتنا العربيه شوي عندهم احباط كيف انت ممكن كماجي بغصن نجمه عندها الخبره الطويله من عمر صغير تعطيهم امل او تصري عليهم يتمسكوا بالامل تما اكذب عليك كلنا عنا احباط بمطرح بس لولا فسحة الأمل دايما لازم نشوف القسم المليان من الكباية ودل عنا أمل ببكرة بكرة ما بنعرف بكرة بإيد الله والله حنون ماجي كعربون شكر هيك متواضع كتير مني لضيفاتي بالبرنامج بقدم لكم لكل حدا منكم كتابين مش بالضرورة أكون أنا قريتهم ولا هني كتبي <applause> في نسخة منهم معي ونسخة معك يمكن أوكي. برات الكاميرا يوما ما رح نتناقش بها الكتابين أوكي 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 أول كتاب هو اسمه هرة سيكيريدا هي للمؤلف اللبناني رشيد الضعيف مع أن فيها معاناة وأسى وجرأة أو ويمكن أوقات بمحلات كثيرة الكاتب هيك بيحملنا أوقات مسؤولية نكساتنا بالحياة يعني نحن كأن أوقات نرتكب حماقات وحماقة تلو الحماقة بتعمل معنا معاناة قصة كثير مؤثرة لصبية جنسيتها مش لبنانية عاشت بلبنان وعانت الكثير يعني ما بيقدروا يقروا, يقروا ليدي لأن ولادي لأنه ولادي بحبوا كثير يقروا عن جد فإذا شافوهم حخبيهم ف... لأنه إيه؟ إذا شافوهم حياخدون يقرون كثير بحبوا يقروا, يقروا. فحخبيهم الكتاب الثاني هو كمان رواية مترجمة لأريك شميت اسمها طائفة الأنانيين حكينا شوي عن الحلقة بالحلقة عن الأنانية وعن الغرور وعن هالأفة أنا بسميها يعني هالصفة الغير جميلة اللي بتخلينا أوقات نتقوقع على ذاتنا ونفتكر هالأنا تبعنا هي كل شيء بالحياة وهذا شيء أكيد مش مزبوط أكيد مش مزبوط ما حدا أحسن من حدا بالدنيا إلا بأخلاقه بس ما آه ماجي رح أسألك عشر أسئلة بسألهم ذاتهم بآخر كل حلقة أوكي لكل ضيفاتي إن شاء الله إربح إن شاء الله <applause> إذا كنت على جزيرة معزولة شو الكتاب الوحيد يلي بتاخديه معك؟ كليلة ودمنا كتير بحبه ودايما بستشهد بمواقف بتصير بالحياة كتير حلو شو هي أهم مفاجأة تلقيتيها بحياتك؟ حلوة مفاجأة حلوة مفاجأة كتير حلوة بس عرفت إني حبلي أول مرة؟ وتاني مرة كمان تاني مرة أكيد مين هن المطربين والمطربات العرب المفضلين عندك؟ بحب كتير نوال الزغبي بحب نانسي عجرم بحب مطرب مطرب رغب علامة بحب يعني كتار شو بتفضلي المسرح السينما او الفن التشكيلي؟ السينما والمسرح بالدرجه الاولى اي شخصيه تاريخيه بتتمنى لو انك عشت بعصره كليوباترا عشت بعصره او انت تكون كليوباترا لا اعيش بعصره <تصفيق> 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 اي مسلسل عربي او اجنبي هو الاحب لقلبك لا يعني عم تقولي الاحب على قلبي اذا الاحب على قلبي أه بيبي أول تجربة سينمائية لإلي وهيدا الكراكتار كتير بيعني لي نحن كمان قديه بتبلغ بالمية نسبة اهتمامك باللوك بمظهرك؟ هيك إذا بالمية. تقولي <applause> <applause> <اقدي> بالمية؟ <بيكتر> بس؟ إيه ما كتير أي مقولة ماجي بو غصن أو مثل أو حكمة بتردديها وبتشتغلي عليها، يعني بتفعلي فيها؟ مؤخراً، يعني كان عندي غير مقولة مؤخراً صارت مقولتي هيك اللي إن أكرمت الكريمة ملكته إن أكرمت اللئيمة تمرد شو هي الدرجة اللي بتعطيها لنفسك من واحد لعشرة بعد كل إنجازاتك بالحياة؟ أعطينا علامة ما بعرف ما بعرف ما بقدر قيم أنا مجاهدة بالحياة تعبت ما بعرف شو بعد ناطرني لقدام بس ام ريدي يعني ضاي بعجبك تسعة على عشرة ما بعرف انت فيك تقول تنخلي الواحد أقول. للاحلام اكيد اكيد وين بتشوف حالة ما جيبوا غصن بعد عشر سنين بشوف حالي كتير مهمومة بالولاد بيكونوا صاروا شباب بدهم يسهروا يروحوا ويجوا وانا عم بركض وراهم على السهرة و... عم بتخبط اني خليهم ويجوا مأخرين وما بدي عيد تجربة اهلي لا ما تروحوا وحس انه اهلنا معقدين والعصر تغير وبحس انه اكيد بعدني عم مثل وبعدني بنفس نفس مطرحي بس صرت بيزي اكثر ايه ماجي بغصن بنحبك ميرسي ماجي بغصن شكرا متعه كان الحديث معك وهالحلقه إيه. الرائعه مرسي. شكرا لاستقبالنا ببيتك ميرسي شكرا لكم بيتكم ميرسي لك على الحديث الحلو مش دايما هيك بستمتع بالحوار اوقات هيك بتكوني عم تستفزي بمواضيع ما بتضيف لك شيء بس يكون في متعه بالحوار بالاسئله في شيء انساني عم عم تقوليه وعم عم تبيني للناس شيء لاول مره انت بتحكيه انا بحس انه نهاري كان مثمر فأنا اليوم نهاري كان مثمر بالحوار معك ميرسي كتير ما جيبوا غصة